تم تحرير المحور الغربي بالكامل لمدينة بنغازي. ونقول ان نحن بناء على تعليمات غرفة العمليات الكرامة الصادرة من القيادة العامة للجيش الليبي برجوع كافة الوحدات المتمركزة بالمحور الغربي إلى ثكناتها وانتظار التعليمات للتحرك أينما تم تكليفنا. ونعلن نحن كتائب مدينة جدابية كتيبة 302 كتيبة 304 كتيبة 308 على تم الاستعداد لمواصلة المسيرة بتحرير ليبيا كافة ربوع ليبيا سواء تم تكليفنا في المحور الصابري أو في عين مارة بدرنا أو في المحور الغربي لغرفة عملية سرت الكبرى أينما يتم تكليفنا نحن جاهزين لإتمام مهمتنا. وبإذن الله تعالى نقول التحرير مدينة بنغازي بالكامل بات على وشك ونحن مستعدين لتنفيذ التعليمات ولسحق أي مجموعات إرهابية تقدم ربوع ليبيا. والله أكبر الله أكبر لله الحمد الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر بس خليفة.